أهلا بكم وحياكم الله. يواجه قطاع الخدمات الصحية هنا في المملكة العديد من التحديات، من هنا جاءت رؤية السعودية 2030 لتنقل الواقع الصحي لواقع مختلف أكثر إنتاجية وحيوية، وبما يصب في تحسين الرعاية الصحية من حيث النوعية والوفرة. اليوم في هلا 2030 نسلط الضوء على مبادرات وزارة الصحة تحقيقا لرؤية 2030، هنا حيث الرؤية تتكلم. رفع مستوى أعمار المواطنين بمعدل يصل إلى 80 عام، تحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة المقدمة للرعاية الصحية، تدعم الاقتصاد السعودي من خلال المشاركة في القطاع الخاص، تطوير حوكمة وإدارة الأنظمة الصحية، توفير المعرفة الصحية، الرعاية بحسب الشرائح السكنية وتصميم الخدمات وفق منظور المستفيد، افتتاح أكثر من 80 مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء المملكة، زيادة كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية لتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، الشراكات بين الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي. حياكم الله مجددا، اهلا بكم في حلقه جديده من يا هلا 2030. انا جمال المعيقل، ارحب بكم. اليوم نفتح ملف وزاره الصحه ومبادراتها في رؤيه 2030. ارحب معي في ضيفي في الاستوديو الدكتور خالد الشيباني، وكيل وزاره الصحه للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤيه. اهلا بك دكتور خالد، شكرا لتلبيه الدعوه. لعلي ابدا من رؤية 2030، اليوم حتى الآن ماذا قدمت وزارة الصحة؟ شكرا لك أخي جمال، حياك الله وأسعد الله مساء الأخوة المشاهدين جميعا، ونهنئكم بالشهر الكريم، ونسأل الله لنا ولكم إن شاء الله القبول فيه، وأن يعيد علينا وعليكم بأحسن حال. ملف وزارة الصحة اللي فيه التحول طبعا بدأ العمل فيه منذ حوالي سنتين. ما لا يخفى على الجميع أن الملف الصحي دائما وفي الكثير من الدول والمتقدمة منها أيضا هو من أعقد الملفات وأكثرها حساسية، بحكم أنه يلمس هموم المواطن بشكل مستمر على مدار الساعة ليلا ونهارا، بعكس مثلا ملفات قطاعات أخرى قد تكون فيها فترات انقطاع. القطاع الصحي أيضا لا يوجد هناك قطاع صحي في العالم نستطيع أن نقول أنه مثالي، قد يكون هناك أمثلة متميزة في بعض الدول. بدأنا في وزارة الصحة في البداية بالنظرة إلى التجارب والدراسات التي تمت في الوزارة سابقا، وفتحت جميع الملفات القديمة وتم دراسة الوضع الحالي، وأيضا تم دراسة برامج التحول في قطاعات صحية ودول متقدمة مختلفة في أمريكا وفي أوروبا وفي شرق آسيا وكوريا. طبعا انتهينا أننا وضعنا برنامج واضح للتحول وبدأنا في تنفيذ مبادراته، والحمد لله نحن اليوم نستطيع أن نقول أن هناك حراك كبير جدا في وزارة الصحة، حراك غير مسبوق، هناك إنجازات عديدة وكبيرة. لو يتسنى لي أنا أعتقد أنه ساعة لن تكفي لشرحها، أكيد ما راح تكفي، لكن نحن نبغى نأخذ يعني أبرز النقاط وأبرز الإنجازات اللي حققتها الوزارة خلال السنتين الماضية. بس أنا خلني أدخل معك في تفاصيل العمل دكتور إذا سمحت لي. اليوم إحنا نتكلم عن جهة يعني تمس كما ذكرت حياة الكثير من تمس حياة الجميع. الممارسات اللي بحثتوها اللي اليوم كانت موجودة في عدة دول وحاولتوا تطبيقها، وش أبرز النقاط اللي وجدتوا أنها تطابق بالفعل الوضع القائم ونجحتوا في تطبيقها اليوم ووصلتوا إلى منجز جيد فيها؟ طبعا هو بلا شك هو كان في تحديات، أولا وضعنا التحديات اللي يمكن كل مواطن يعرفها ويمكن ألخصها على عجالة، هي ضعف الوصول للخدمات الصحية. المواطن اليوم يشتكي من عدم حصول الموعد في وقت مناسب، سواء كان موعد علاجي أو موعد الأشعة. أيضا عبء الأمراض المزمنة، عندنا زيادة الآن مع زيادة التعداد السكاني وزيادة المتوسط العمر، أيضا هناك أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب وغيرها، هذه كلها لها عبء ولها تكلفة أيضا.
كذلك التفاوت في الجودة بين القطاعات المختلفة. في قطاعات عندنا متميزة، العقود الماضية شهدت تقدم في الطب العلاجي في المملكة يعني زيادة عن كل من حولها من مناطق، بدلاً أنه في كثير من خارج المملكة يأتوا العلاج في داخله. أيضا عملية التعداد، الأعداد المتزايدة الأجانب في القطاع الصحي، بينما هناك في مواطنين كثير يسعوا إلى العمل، هذا يعتبر أيضا تحدي، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التقنية، وأيضا التحدي الأخير وهو زيادة الصرف على القطاع وعدم الإمكانية الاستمرارية المالية. طبعا كل هذه التحديات وضعت لها مبادرات يعني تلمسها مباشره وتبدا في العمل لتحقيق يعني نجاحات ان شاء الله فيها. استطيع ان اقول يمكن احنا اخذنا محورين. في محور يحتاج الموافقات الرسميه، احنا اتفقنا على ان وزاره الصحه اليوم هي تقوم بدور منظم ومشرع للخدمه، لكن ايضا في نفس الوقت تقوم بتقديم الخدمه عن طريق 270 مستشفى وحوالي 2300 مركز صحي، وهذا طبعا بالإضافة هذا تقوم بالركن الثالث من أركان تقديم الخدمة اللي هي تقوم أيضا بعملية تحصيل الميزانية من وزارة المالية ودفعها للمستشفيات حسب الأسرة وعدد الأسرة. بدأنا في التغيير، بدأنا في أولا رفعنا الوثائق النظامية والرسمية للجهات العليا لإقرارها، وهي تكوين شركة قابضة تحتها مجموعة شركات تقدم الخدمة الصحية. سوف يتم نقل كل هالمستشفيات والمراكز الصحية إلى الشركة القابضة هذه حتى تستطيع تقديم الخدمات بشكل مسؤول أكثر، اقتراب القرار إلى أقرب مستوى من المواطن ومن المريض، إعطاء الصلاحيات الكاملة لهم لتقديم الخدمة في بشكل أفضل. الشركة القابضة، بس دكتور لو نفصل فيها الآن، أنتم إحدى مبادراتكم هو الاتجاه إلى 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 ماذا تحديدا؟ وجود هذه الشركة السبب فيه وشو؟ طبعا هذا نحن مبادرة نسميها مبادرة التحول إلى شركات. نحن زي ما ذكرت اليوم في تضارب في المصالح. أيوة. وزارة الصحة هي مشرعة لكن أيضا عندها مستشفياتها الخاصة بها. فنحن إن شاء الله نريد لهذا الدور أن ينتهي، أنها تكون وزارة الصحة مشرعة فقط وتشرف على القطاع الصحي بأكمله، سواء كان قطاع مستشفيات الصحة الحالية أو مستشفيات القطاع الحكومي الأخرى أو المستشفيات الخاصة. إيش اللي حيحدث في مستشفياتنا اللي ذكرتها ومراكزنا الصحية؟ سوف تعطى إلى الشركة القابضة هذه، تقسمها على شركات أقل. الشركات هذه كل شركة في حدود تقريبا تغطي حوالي 100 مليون من المواطنين والسكان، وتقوم بتقديم حاجة سميناها نموذج الرعاية الصحية الحديث. النموذج الرعاية الصحية يعنى بالمواطن من قبل ولادته إلى الوفاة. يعني احنا نتكلم عن 20 شركة دكتور تقريبا؟ نتكلم بالضبط، نعم نتكلم عن 20 شركة. نعم أو أكثر. هذه راح تكون على مستوى المملكة وصولا إلى 2020 أو 2030؟ حتبدأ إن شاء الله، احنا بدأنا في الواقع على أرض الواقع، بدأنا بتكوين التجمعات هذه. الآن عندنا 4 تجمعات في المنطقة الشرقية، وفي تجمعين في الرياض، وفي تجمع في المنطقة الغربية تم تكوين مجالس إدارة لها وتكوين إدارة تنفيذية، وبدأت ضمها مستشفيات ومراكز صحية. هدفها أنها تربط المراكز. هذه خذتوها كبايلوت كذا تشوفون الوضع ولا انطلقت فعليا؟ لا، هذه انطلقت فعليا. طبعا هي تنتظر الأطر النظامية كما ذكرت، رفعنا بالوثائق النظامية فيها لإقرارها، لكن بدأ العمل على الأرض في الواقع. وربط هذه المراكز الصحية بالمستشفيات هدفها أن لا تكون القضية معزولة. نحن في السابق دائما كنا ننظر الخدمة مراكز صحية أو مستشفيات. نموذج الرعاية يعكسها، خليها بالعرض، يخليها المواطن هو اللي في صميمها، التصميم كله حول المواطن، بحيث أنه الطبيب حتى لو كان الطبيب في المستشفى حيكون عنده مسؤولية عن المواطن وهو في بيته أيضا، والمسؤولية هذه حتكون مسؤولية الشركة أنها تنفذها. نموذج الرعاية اللي ذكرناه هذا أطلق العام الماضي وتم تصميمه من حوالي عدد كبير من الكادر الصحي السعودي، هو صمم بأيدي سعودية وحسب الاحتياجات السعودية، ما أخذنا تصميم من الغرب وطبقناه، وطبعا هيتم تعديله حسب المنطقة حسب الاحتياجات والإمكانيات المتوفرة لديها. هذا من جانب. من جانب آخر بدأنا أيضا حاجة سميناها برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة. هذا البرنامج يعني هو نواة لشركة التأمين المستقبلية، وأيضا في مجلس إدارة تأسيسي وبدأ العمل فيه. بدأ بداية بمحاولة احتساب التكاليف في المستشفيات، عملية الترميز الطبي، لأنه اليوم نحن ما عندنا ترميز طبي كبير، نحن لا نعلم ماذا يحدث كثيرا في مستشفياتنا في الواقع. كثير من الناس ينظروا إلى القطاعات مثل قطاعات الاتصالات أو قطاع المياه أو قطاع الكهرباء ويقول ليش ما نسوي مثلهم في الطب. الصحة مختلفة ومعقدة جدا،
مثلا في الاتصالات لو أخذت مثل لها خدمات محددة صح. باقة اتصال معين، باقة انترنت محدودة وأيضا فوترتها سهلة وبسيطة، بينما في القطاع الصحي أنت تتخيل مريض يأتي مثلا مع سكري والمنتج يمس حياة الناس يعني. والمنتج يمس حياة الناس صح. ومعقد جدا وترميزه يعني دخول المريض المستشفى مروره بعدة مراحل ومضاعفات قد تكون، هذه كلها تكون لها طبعا يعني ترميز معين وحسابي حساب معين معقد للغاية. فبدأنا في تنفيذ هذا في البرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة. طبعا كان في مبادرات عديدة على مستوى الوزارة تم تنفيذها، يعني أقدر أقول اليوم مثلا عندنا مركز الاتصال 937، أنا أعتقد نحن نفتخر فيه بحق، لأنه هذا المركز يستخدم بشكل تشخيصي كبير. معالي الوزير وقادة الوزارة يقضوا عليه حوالي ساعة كل أسبوع يراجعوا فيه جميع الاتصالات اللي حدثت. وصلنا حوالي 6000 اتصال يوميا، بعضها تكون استشارات طبية، بعضها تكون شكاوى، وفي حالة الشكاوى دائما بيكون نشخص إيش الشكوى، هي شكوى من نقص دواء، نقص تطعيم، عدم توفر الخدمة، صعوبة وجدها المواطن، وعلى طول يكون في متابعة لها، وما يتتم إلا بعد إغلاق التيكت من طرف ثالث. فالآن وصلت نسبة الرضا بعد ما كانت حوالي 35% وصلت إلى 86% ولله الحمد. أنا أشجع أيضا الأخوة المشاهدين على استخدام 937 هذا. في مبادرات أخرى في التقنية اليوم عندنا تم إطلاق الابليكيشن اللي اسمه صحة. صحة هذه يسمح للمواطن أن يتواصل مع الطبيب في أي وقت، طبعا عن طريق الابليكيشن عنده طبيب عائلة يستطيع أنه يعطي له مشكلته ويعالج له إياها على الهاتف، وممكن يعني يوصف له بعض الأشياء ممكن يأخذها من الصيدلية. طبعا التطبيق هذا أيضا إن شاء الله حيرتبط مع تطبيق آخر أيضا تم إطلاقه، لتطبيق موعد. تطبيق الموعد هذا حيكون فيه آلية تضمن للمواطن أنه يحصل على موعد في المستشفى بشكل مركزي. احنا نتكلم هنا عن أتمتة الخدمات تماما ووصول يعني وسهولة وصول الخدمات اليوم لأي مواطن، حصول على خدمة معينة. لكن إذا بغيت أستنتج من حديثك يا دكتور، فإحنا أنت تكلمت عن ثلاثة أشياء إذا أردت تلخيصها وصحح لي. احنا تكلمنا عن تكاليف، يعني تقليل تكاليف، شمول تغطية، احنا نتكلم عن الخدمات، ومراقبة جودة. أقدر أقول أن وزارة الصحة ركزت على الجزئيات الثلاثة هذه في كل مبادراتها وحرصت أن تطرقها بالمسارات هذه؟ بلا شك الوزارة عندها مجموعة أهداف استراتيجية وبدأت تشتغل عليها. يمكن أضيف لها أيضا موضوع السلامة المرورية الثلاثة اللي أنت ذكرت، هذا من ضمن الأهداف الاستراتيجية الآن اللي تمت بعد تحديث الهدف. السلامة المرورية ملف السلامة المرورية أصبح الآن عند وزارة الصحة، وهذا قد يعني يستغرب منه الكثير، لكن طبعا هذه معلومة جديدة لنا يا هلا شيء 30 أن وزارة الصحة ماسكة السلامة المرورية. هو في الواقع وزارة الصحة تعاني كثيرا من نتائج مضاعفات السلامة المرورية. أنت تعرف أنه عندنا وفيات تصل حوالي 30 تقريبا وفية لكل 100,000، وهذه نسبة عالية جدا من أعلى نسب في الدول، وغير الإعاقات والإصابات اللي تكون أكثر من ذلك. الآن في لجنة مرورية برئاسة معالي وزير الصحة وفيها أعضاء من لجان أخرى، وطبعا في مبادرات لوزارة الداخلية ولوزارة النقل وأيضا يعني عدة وزارات أخرى، بلديات وهلما جرى، لكن وزارة الصحة هي المشرفة على القطاع بحكم أن التحدي هذا يواجهها يعني بدرجة الأولى، هي تعاني من 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 نتائجه، وفي تقدم كبير أيضا في الموضوع هذا، وفي مستهدف محدد إن شاء الله نصل له. مستهدف يا دكتور، يعني اليوم إحنا ضمن الدول الأعلى في الحوادث المرورية، وبالتالي تكلفتها على الدولة اليوم عالية جدا. إحنا نتكلم عن إعادة التأهيل والعلاج و اليوم أنتم كوزارة الصحة وش الهدف اللي ناويين توصلون له في قضية السلامة المرورية؟ نحن إن شاء الله في الـ 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 الرقم اللي نحن نستهدفه هو وصول إلى 25 بدل الوضع الحالي الآن في حلول عام 2020، 25 وفاة في 100,000، ونحن نعتقد أن إن شاء الله ممكن نحقق أفضل من هذا، لكن هذا وجد لأنه تعرف بداية مشروع، ومشروع يشمل عدة وزارات أخرى. نعم. ونطمح أنه إن شاء الله بعد ذلك نتحرك فيه بشكل أكبر إن شاء الله. قضية افتتاح المستشفيات، التوسع في الكوادر الطبية، المراكز الصحية، هل هذا ضمن رؤيتكم واستراتيجيتكم في المبادرات، ولا أنه في حلول بديلة ممكن تحل مكانها؟ طبعا في حاليا الوزارة مطالبة بأنها دائما يعني تقدم الخدمة للمواطن أيا كان مكانه. العام الماضي شهد مثلا دخول ما يقارب 2000 سرير جديد في الوزارة، وأيضا حوالي 100 عيادة تقريبا أو مركز صحي تم افتتاحهم، فالعملية هذه مستمرة. لكن كما ذكرت لك في السابق، الوزارة بتهدف أنها تعطي المراكز هذه كلها والمستشفيات إلى الشركات لتقوم بإدارتها والإشراف عليها، وهي تكون مشرفة عليها ومنظم لها
ومراقب أيضا لها بشكل عام، لها ولغيرها من القطاعات الأخرى الصحية. هذا إن شاء الله ما نطمح أنه نسويه. اليوم بلا شك نحن ننظر إلى شراكتين مهمتين بالنسبة لنا، هي شراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع الخاص تكون في الغالب في النقاط اللي فيها فجوات في تقديم الخدمة. اليوم عندنا فجوات لا نقدمها، لا تقدمها وزارة الصحة للأسف، مثل خدمات التأهيل، ولا هي موجودة أصلا في المملكة إلا يعني أعداد قليلة جدا لا تكفي الاحتياج. التأهيل بس عشان نوضحها يا دكتور، التأهيل في الواقع طبعا هو مش يعني في خلط دائما في أذهان الناس بين التأهيل وبين الرعاية طويلة المدى. التأهيل يقصد في مثل حوادث السيارات أو مثل الريهابليتيشن أو الإصابات من الجلطات أو غيرها لا سمح الله، هذه كلها يتم تأهيلها وإعادة المواطن والإنسان إلى إلى العمل وإلى المجتمع بشكل فعال. هذه ما لها وجود كثير عندنا يعني بشكل فعال، طبعا في مدينة الأمير سلطان وفي مدينة الملك فهد وفي المستشفى العسكري هنا، لكن في الواقع الاحتياج أكبر من هذا بكثير. أيضا حتى في الرعاية المنزلية نحتاج نتوسع فيها بشكل كبير، لأنه نموذج الرعاية الجديد اللي تكلمت عليه هو في الواقع يعطي القوة للمواطن ويأمل في أنه يحرك الخدمة من المستشفيات اللي هي فيها دائما المستشفيات يعني تواجد فيها يكاد يكون المطلوب أن يكون في أقل الحدود وأضيقها، فقط إذا احتاج المواطن الخدمة انتقالها إلى المستشفى إلى المنازل والمراكز الصحية. سنفصل فيها يا دكتور، بس اسمح لي ننتقل لهذا الفاصل ثم نعود، فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لحديث عن مبادرات وزارة الصحة في رؤية 2030. ابقوا معنا. حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين، مستمرين في حديثنا عن مبادرات وزارة الصحة في رؤية 2030، فقرتنا المقبلة حتى 2020. معي في الاستوديو لنقاش هذا الموضوع الدكتور خالد الشيباني، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية. دكتور خالد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مساهمة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مبادرات وزارة الصحة. اليوم حتى 2020 ماذا سنرى أو ماذا ستقدم وزارة الصحة على أرض الواقع حتى 2020؟ يعني نتكلم عن 3 سنوات من الآن. طبعا بالنسبة للقطاع الخاص بلا شك أنه الآن في المركز الوطني للتخصيص هو اللي يقود المبادرات هذه، والآن في 9 مبادرات تم دراستها دراسة مستفيضة وكاملة وهي جاهزة للطرح تباعا للسوق، تشمل بشكل سريع تخصيص الأقسام الأشعة، تخصيص المختبرات، المستشفيات، تشغيل المستشفيات، تشغيل المدن الطبية والصيدلية، وأيضا الرعاية الممتدة اللي تشمل التأهيل والرعاية المنزلية والإقامة الطويلة. هذه المشاريع هل راح نشوف يا دكتور اليوم بما أننا تحدثنا عن برنامج الرعاية ونموذج الرعاية اللي ذكرته، هل نتحدث اليوم يعني بما تكلمنا قبل شوي عن مقارنات اليوم مع ممارسات قائمة، هل سيكون للمواطن السعودي اليوم ملف يتابع فيه ملف الصحي ووضع الصحي منذ الولادة في أي مستشفى حكومي في أي مستشفى خاص، يروح يلقاه الرقم هذا ويتابع إجراءاته، أو أنه في ممارسة أخرى ستلجأ إليها وزارة الصحة؟ لا بالضبط اللي ذكرته هو الخطة إن شاء الله. نحن حتى وضعنا مستهدف أن نصل إلى رقم وطني موحد وملف وطني موحد لصحة المواطن والمقيم أيضا، وأيضا هذا إن شاء الله نحن حنصل إلى 40% من المواطنين والمقيمين لديهم الملف الموحد في نهاية 2020 إن شاء الله. رائع. وبدأ العمل على هذا أيضا بالتمكين عن طريق أيضا العمل مع المجلس الصحي السعودي والمستشفيات في الوزارة. القطاع الثالث اللي ذكرته في الواقع هو قطاع جدا مهم، القطاع الخيري، وفي الواقع لم يعني يستفاد من الاستفادة المثلى. السنتين الماضية شهدت يعني حراك كبير جدا من طرف الوزارة، وايضا يعني ابدت الوزاره وجدت ما شاء الله انه كما هو متوقع من المجتمع السعودي الكريم المعطاء. يعني اذكر لك على سبيل المثال 24 اتفاقيه تم توقيعها تصل الى 500 مليار ريال سعودي،
للمتبرعين في مجالات مختلفة، مستشفيات ومراكز تأهيل ومراكز صحة نفسية ومراكز تأهيل علاج الإدمان وغيره. أيضا على جزئية التطوع الصحي اللي هو أيضا يصب في نمط الحياة، برنامج نمط الحياة، أيضا تم تفعيل أكثر من 20,000 ممارس صحي في يوم التطوع العالمي، قدموا أكثر من 60,000 ساعة تطوع من خلال 2000 مبادرة. هذا عندكم في الوزارة يا دكتور؟ هذا فقط في الوزارة، في وزارة الصحة بس؟ في وزارة الصحة بس في 20,000 متطوع؟ 20,000 متطوع. طبعا وزارة الصحة لديها ما يقارب، هذا رقم كبير يعني بصراحة. رقم كبير فعلا. طبعا وزارة الصحة يعني أعداد موظفينها تصل إلى 250,000. نعم. فبالتالي نحن نطمح إن شاء الله أن يكون لا يقل عن نصفهم يتطوعوا، لكن أيضا نطمح أنه نشرك باقي قطاعات المجتمع في التطوع هذا. طبعا الآن جاري العمل على وجود آليات الوقف أيضا الصحي، لأن الوقف الصحي في الواقع هو لما ينقصنا بشكل كبير تفعيله حتى نتمكن من تشغيل بعض القطاعات. المشكلة مش في البناء القطاعات الصحية، لأنه دائما التشغيل فيها مكلف أكثر من بنائها. فجاري العمل على هذا، وأيضا وضع بعض الأنظمة والقوانين، وإن شاء الله نشاهد السنتين القادمة إن شاء الله يعني تقدم كبير في المجال هذا. دكتور خليني أسألك عن هالنقطة تحديدا. اليوم احنا نتكلم عن القطاع الصحي مو بس في السعودية، في أي دولة من دول العالم هذا القطاع يعني يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق من ميزانيات الدول. احنا من أحد الدول اللي الإنفاق فيها عالي جدا في الصحة، وهذا يمثل طبعا اهتمام الحكومة تجاه المواطنين والمقيمين في هالبلد. لكن السؤال، هل مبادرات وزارة الصحة اليوم راح تسهم في تقليل الإنفاق واستبداله بموارد أخرى يتم الإنفاق من خلالها على القطاع الصحي؟ بلا شك، أنا نقطة جدا مهمة أشكرك على إثارتها. في الواقع يعني لنعترف بأن هناك مجال لتحسين الأداء في الوزارة، وفي الواقع الوزارة أطلقت منذ عامين برنامج أداء لتطوير الصحة، وهذا البرنامج كان الآن وصل حوالي 70 مستشفى ويعمل على تحسين تقديم الخدمة، على تقليص الانتظار في مثلا في الطوارئ، تقليص إلغاء العمليات، جدولة العمليات، التنويم، عدد المرضى اللي يشافوا في العيادات الخارجية، عمليات اليوم الواحد، كل هذه لها وضعت لها معايير وتتابع بشكل أسبوعي. وصار فيها أيضا منافسة بين المناطق وبعضها، كل منطقة تحاول تبرز أنها أحسن من المنطقة الأخرى في الموضوع هذا. فبلا شك أنه هناك مجال لتحسين الأداء وتقليل النفقات عن طريق تحسين الأداء وخدمة شريحة أكبر. لكن أيضا النظام المالي والصرف على القطاع الصحي في دول العالم قاطبة في إشكالية. علشان كذا الآن يعني الوضع الحالي المالي في كثير من الدول هو الدفع مقابل الخدمات، وهذا تقريبا ليس هو الحل الأمثل. الأمثل هو الدفع مقابل المنتج النهائي. يعني لو أعطيك مثل سريع، اليوم المريض إذا تنوم مثلا في مستشفى خاص، كل ما زادت الفحوصات كل ما زادت الفاتورة، وكل ما استفاد المستشفى أكثر. حتى لو المريض دخل وتنوم وسوى عملية، ولو سلم مضاعفات وقاعد في المستشفى فترة أطول حيدفع أكثر. التوجه إلا أنه لا، يكون كابت، يكون التشخيص معين له مبلغ معين. فبالتالي تركز المستشفيات والقطاعات الصحية على تحسين الجودة وتحسين الكفاءة داخل منظومتها. هذا واحد من الأهداف في الواقع، وعلى أساس وضع برنامج شراء الخدمة، الضمان الصحي وشراء الخدمة، واللي بدأ إن شاء الله الآن في عمله تحت مجلس إدارة تأسيسي. هذا يقودني لسؤال مهم آخر دكتور، بما أننا نتحدث عن مبادرات أو ماذا سيتم حتى 2020، اللي هو برنامج حوكمة القطاع الصحي، بما أننا نتحدث عن كفاءة بالدرجة الأولى. برنامج حوكمة القطاع الصحي إلى ماذا يهدف؟ ماذا سنرى حتى 2020؟ وش اللي راح نلمسه في عام 2020؟ شكرا لك. طبعا الحوكمة يمكن أكبر مثال له هو دور وزارة الصحة اليوم. يعني هناك تضارب كبير في المصالح في الواقع. وزارة الصحة اليوم زي كما ذكرت سابقا هي المشرع والمنظم، وفي نفس الوقت تقدم الخدمة عن طريق مستشفياتها ومراكزها الصحية، وأخيرا أيضا تقدم التمويل عن طريق وزارة المالية تصرف على المستشفيات. الحوكمة تعني بأنه تحديد في الواقع أدوار واضحة لكل قطاع، وعدم الازدواجية في القطاعات. إن شاء الله بنهاية 2020 حيكون الوزارة إن شاء الله تأخذ دورها الكامل كمنظم ومشرع ومراقب، وتترك للشركات تقديم الخدمة. حيكون أيضا هناك
قطاعات في الإيكو سيستم أو تقدر تقول في المنظومة نفسها يعني بدأت تظهر الآن. كانت من ضمن مبادرات التحول مثل مركز سلامة المرضى، الآن أصبح في مركز لسلامة المرضى، بدأ بداية جيدة وإن شاء الله حيكون طبعا يعنى بسلامة المرضى وبالمضاعفات وبأيضا الأخطاء الطبية اللي قد يكون بعضها مضاعفات، لكن يعنى بهذا كله. أيضا هناك مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها أو CDC، هذا أيضا مركز من ضمن مبادرات التحول، وهذا أيضا يعنى بالصحة العامة والحفاظ على المواطن الصحيح، وأيضا يعنى بالأمراض الوبائية والأمراض المزمنة. هناك أيضا مركز الأبحاث الصحي اللي الآن جاري أيضا يعني تكوين مجلس إدارته وإنشاؤه، هذا كلها من مبادرات التحول. كل هذه بالإضافة للقطاعات الأخرى، إيش checks and balances، إيش العلاقة بينهم وبين بعض حتى نضمن في النظام المستقبل اللي حيكون معقد كيف نضمن أيضا حوكمته بشكل أنه ما يصير فيه ازدواجية. اليوم في ازدواجية كثير بيننا وبين بعض القطاعات الأخرى أيضا في قطاع الصحة بشكل عام. يعني مثلا وزارة المالية الآن تفاوض مجموعة قطاعات عشان ميزانية الصحة، المفترض أنه يكون التفاوض مع قطاع واحد فقط. فالتغييرات هذه كلها إن شاء الله يعني هي تحت مسمى الحوكمة وبدأ المشروع هذا. كم قطعنا منها شوط يا دكتور هذه إذا تكلمنا عن نسبة منجز يعني؟ والله يمكن طبعا هي يعني أنت ذكرت ما شاء الله برامج كثيرة يعني. صحيح، بالنسبة للمشروع الحوكمة بالذات طبعا هي مشروع في البداية التخطيط ووضع التصور لولاة الأمر لأخذ القرار فيه، وإذا متى ما أخذ القرار فيه يبدأ تنفيذه. نحن الآن تقريبا في منتصف رحلة التخطيط، لكنها كمشاريع وكأهداف وكمنجز واضح أمامكم كوزارة الصحة وين متجهين بالكامل. أنا خليني أقول أيضا أنه الآن في ولله الحمد يعني كثير من الناس كانوا يقولوا بعض المبادرات الوزارة إذا تغيروا الوزراء أو تغيروا كذا تنتهي المبادرات هذه وتوضع في الدرج. الآن مع برنامج التحول الوطني أصبح فيه خطط، أنا أشبهها للزملاء دائما أقول هذه مثل سكة القطار لها مواقف معينة، وفيه هيئة أداء هذه تراقب كل منجز. صحيح. كل منجز لازم يتم في وقت معين. صحيح. فبالتالي نحن أقدر أقول نحن الربع الأول الآن من السنة كل مبادراتنا يعني تمت في وقتها ومؤشراتها خضراء ولله الحمد. هذا جيد، لكن أنا بسألك عن جزء ما أعرف إذا كان معنا وقت من الزملاء ولا. طيب أبسألك عن المشاركة الاجتماعية دكتور، وهو يعني موضوع تحدثت عنه لعام 2020، وش تقصدون بالمشاركة الاجتماعية؟ وش هدفكم أنتم بوزارة الصحة أنه يكون في مشاركة اجتماعية؟ يعني كما ذكرت أنت سابقا القطاع طبعا الضغوط الاقتصادية عليه كبيرة، وفي نفس الوقت دائما في كل دولة في الناس وضعهم الاقتصادي أفضل من غيرهم وعندهم إمكانية أنهم يتبرعوا ويشاركوا، سواء كانت المشاركة بأموال أو بجهد أو بوقت أو بفكر. نحن نريد أن نفتح مجال القطاع الصحي اللي هو بحكم إنسانيته وبالذات في مجتمع مثل مجتمع السعودية نتوقع أنه يكون له نجاح كبير جدا وفي طلب كثير جدا على دعمه. كما سبق وذكرت عندنا مبادرات اوريدي تمت إلى الآن، يعني نصف مليار ريال ما هي قليلة أنها يتم يعني حصول على تبرعات فيها للقطاع الصحي فقط في خلال مدة قصيرة مثل هذه. لكن نحن نتوقع أنه حنصرف يعني أنه حيكون في سواء كان من ناحية الالتزامات المالية ببناء مراكز أو كذا، أو من ناحية الالتزامات اللي هي بالوقت والجهد مثل التطوع سواء كان العاملين في الصحة أو خارج القطاع الصحي أو بالأوقاف. إن شاء الله نأمل أنه هذه حتكون رافد كبير جدا للقطاع الصحي في المملكة، وهذه يمكن الممارسة موجودة في أغلب دول العالم. يعني بلا شك تجد كثير من المستشفيات وحتى المراكز التخصصية. صحيح. يتولى الإنفاق عليها ربما متبرعين أو حتى أوقاف لشخصيات عامة، وأنا أعتقد يمكن نجحتوا في الحصول يمكن على أحد المراكز في المنطقة الشرقية قبل فترة، بتمنى أنها تستمر إن شاء الله بالأيام المقبلة بإذن الله. إن شاء الله مواصلين معك دكتور حتى 2030، لكن بعد أن ننتقل إلى هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا، واصل حديثنا عن مبادرات وزارة الصحة حتى 2030.
ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور خالد الشيباني، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية، يتحدث عن مبادرات وزارة الصحة حتى العام 2030. مجددا أرحب بك دكتور خالد. دكتور خالد، من أهدافكم في وزارة الصحة لعام 2030 رفع متوسط أعمار المواطنين والمقيمين حتى سن 80 عام، فسر لنا كيف ستصل وزارة الصحة إلى هذا المستهدف؟ طبعا بلا شك أن أولا العمل لإنجاز هذا المستهدف ليس حصر على وزارة الصحة، أنه في الواقع قد تكون وزارة الصحة أو الخدمات العلاجية بالذات، نحن نتكلم على الخدمات العلاجية، هي مسؤولة فقط عن حوالي 20% منه. لكن هناك نمط الحياة، هناك نحن كأشخاص، هل نحن نعيش حياة صحية؟ هل نأكل صح؟ هل نتريض؟ هذا كله طبعا بلا شك حيكون له تأثير كبير، وهذا يهدف نموذج الرعاية الجديد الحديث اللي احنا بنطبقه، يهدف إلى تفعيل المواطن كشريك في صحته، بحيث أنه يكون مطلع وملم ويستطيع أن يتفادى الأمراض، وحتى لو أصابته الأمراض المزمنة يستطيع أن يتحكم فيها، بحيث أنه يعيش فترة أطول بنشاط أفضل ومبتعد قدر الاستطاعة عن المرض. أنتم تعولون على الوعي كثير، بلا يعني شك برامجكم اللي لاحظ برامج وزارة الصحة اليوم يجد أنه خط الوعي لديكم مستهدف كبير جدا في غالب البرامج. بلا شك، لأنه نحن فعلا يعني نعول على الفرد، نعول على المواطن أنه فعلا يتولى يكون شريك معنا في الحفاظ على صحته. النموذج الجديد ليس نموذج بناء مستشفيات ومراكز صحية، هو نموذج تقوية صحة الإنسان وعافيته، بحيث أنه يستمتع بصحة وعافيته الأطول ممكن. طبعا نحن نستطيع ذلك بالتغلب على الأمراض المزمنة، تشخيصها مبكرا مثل أمراض السكري والضغط كما ذكرت، الخفض السمنة، التدخين، الإقلاع عن التدخين، ذكرت حوادث الطرق لو استطعنا تخفيفها هذا أيضا حيؤدي إلى تحسن كبير، وإن شاء الله نحن نستطيع نصل للمستهدف هذا، بس عمل قطاعات مختلفة. وأيضا زي ما ذكرت الأهم، الجزء الأهم فيها هو المواطن، لذلك كان المواطن أو الفرد هو محور التحول الصحي القادم. في عندكم أدوات أكيد لزيادة الوعي حتى 2030، يعني أنتم تتكلمون برضو عن برامج ثانية ورح ندخل في تفاصيلها الآن، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، إذا احنا نتكلم اليوم عن زيادة وعي فاحنا نتكلم عن أدوات، وش الأدوات اللي اليوم تملكها وزارة الصحة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين للوصول للمستهدفات اللي تحدث عنها، لزيادة المشاركة أكثر؟ طبعا هي تبدأ من النشأة الجديد، يعني الوزارة الآن لديها مسؤولية الصحة المدرسية، وبدأت العمل مع وزارة التعليم لوضع مناهج تفعل فعلا المواطن الصحيح وتزيد التوعية. في مناهج بالتعليم حيكون في، نعم حيكون في ان شاء الله، يعني مشاركه للنشأة الجديد بهذا الموضوع، ايضا مع برنامج نمط الحياه هناك ايضا برامج لنوادي رياضيه في الاحياء لتفعيل الرياضه بشكل كبير، لتفعيل المماشي بحيث المواطن يستطيع انه يمشي ويتحرك بامن وسلام، وأيضا يعني مشاريع عديدة لتحفيز المواطن لأن يقوم بالدور هذا، بالإضافة طبعا إلى تعليم المواطن عن بعض الأمراض المنتشرة مثل أمراض السكري والضغط وكذا. راح تكون مناهج متخصصة يا دكتور ولا ضمن مواد معينة؟ حتكون طبعا ضمن المواد المناهج، يعني هذا جاري العمل بها بين وزارة الصحة ووزارة التعليم في الوقت الحالي، لكن أيضا يعول كثير الآن المواطن السعودي يستخدم أدوات التقنية بشكل كبير من السوشيال ميديا وغيرها، وحيكون أيضا هناك رسائل، وبدأنا في الواقع في إرسال رسائل مختلفة لمكافحة هذه الأمراض المختلفة. طيب دكتور، في برنامج نموذج الرعاية الصحي الحديث وهو أحد برامجكم في رؤية 2030، يا ليت بس تعطينا فكرة عن هذا البرنامج، إيش قائم عليه؟ جدا نموذج الرعاية الصحية نحن نعتقد أنه من أهم البرامج اللي موجودة، لأنه يعني يمكن لو أشرحه بشكل مبسط، هو الوزارة الصحة لم تعد تفكر في تقديم الخدمة كمراكز صحية ومستشفيات، هي تفكر المحور الخدمة هو المواطن أو الفرد، كيف نستطيع أن نبني الرعاية من قبل الولادة إلى الوفاة، فقسمت إلى 6 مسارات تشمل الرعاية الوقائية، تشمل رعاية الأمومة والطفولة، تشمل الرعاية للحالات الطارئة، تشمل رعاية الحالات الإلكتف أو اللي هي غير طارئة، وتشمل أيضا الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وكذا، نحن نأمل أنه نستطيع أن نصل إلى المواطن في منزله
عن طريق منسقين في المراكز الصحية يشرفوا على مستوى السكر لديه، مستوى الضغط لديه، ويحافظوا عليها بمستوى مقبول، ويستطيعوا أنهم يأخذوا المواطن هذا ويعملوا نافيجيشن من خلال السيستم حتى لا يضيع في السيستم ويتم تحويله إلى مستشفى ولا يجد مقابلة مع الطبيب وهكذا. لا، حيكون إن شاء الله حتكون منظومة نموذج الرعاية يعنى بهذه المنظومة، أنه يأخذ مثل الكلينيكال باث أو الخط المستمر. نموذج الرعاية بدأ الستة الأنظمة هذه بدأ تطبيقها فعلا. إحنا اليوم عندنا بشكل ترايل أو بايلوت بدأنا بحوالي 6000 مواطن اليوم مسجلين. هذه كتجربه، هذه شريحه للتجربه، كشريحه للتجربه. طبعا تو سكيل تبع عشان نعرف ايش ايش النقاط اللي يحتاج لها دعم. كما ذكرت يمكن لك قبل اللقاء انه النموذج هذا يعني في الواقع تم تخطيطه من كوادر صحيه سعوديه عن طريق ورش عمل ممتده العام الماضي، واستطاع يصلوا الى نموذج كامل متكامل. ما هم النماذج المطبقة في الخارج، نموذج يليق بثقافتنا وبأسلوبنا في الحياة وبإمكانيات المتاحة لدينا. هذا النموذج الآن بدأ يطبق، وزي ما ذكرت يعني لمرض السكري، لمرض اللي عندهم الأنيميا المنجلية، لمرض الضغط للولادة والأمومة والطفولة، الحالات الطارئة في مكة، في أكثر من منطقة بدأ طبق النموذج هذا بتقارب كل اللي يقدموا الخدمة، أطباء المراكز الصحية، أطباء المستشفيات، المشرفين، الكادر الصحي كله، بحيث أنه يكون المريض هو محور الاهتمام ويتم متابعته بشكل مستمر. هذا يحتاج إلى تغيير كثير في أسلوب عمل الأطباء والكادر الصحي. صحيح. ووجدنا ولله الحمد يعني الانطباعات الأولى وجدنا حماس كبير، لأنهم هم اللي صمموه، فوجدنا حماس كبير لينجحوه، وفعلا وجدوا فائدة المريض، يعني لما يجدوا رضا المريض. وإن شاء الله نحن طبعا جاري توثيقها. المرحلة الأولى حتكون البايلوت هذه، وبعدين إن شاء الله تبدأ تعملها سكيل أب، تبدأ تنشرها على يعني على مستوى المملكة إن شاء الله بشكل أكبر خلال السنتين القادمات إن شاء الله. السؤال الأخير لكن باختصار إذا سمحت، ولو أنه يحتاج لوقت طويل، فكرة برنامج الصحة الإلكتروني، وتحدثت كثيرا قبل شوي عن عدة مسارات حقيقة، لكن برنامج الصحة الإلكتروني إلى ماذا يهدف؟ كيف يعمل؟ اليوم في الواقع في كل الدول المتقدمة التقنية تلعب دور كبير جدا. أنا ذكرت لك تطبيق صحة. نعم. اللي يستطيع المريض أنه يتكلم فيها مع الطبيب مباشرة. الآن حتى الذكاء الصناعي أصبح يستخدم بشكل كبير في العلاج، ونحن ننظر لهذا وننظر إلى كيف نحن فعلا نستطيع أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين فيه. الواقع البنية التحتية حاليا كانت إلى فترة قريبة في الوزارة ضعيفة. اليوم لله الحمد خلال السنتين الماضية تم الارتقاء بتحسين البيئة التحتية في مستشفيات ومراكز صحية الوزارة إلى حوالي 50% تقريبا، وهذه نسبة جدا ممتازة. خلال كم؟ خلال فترة السنتين الماضية. السنتين الماضية. نعم. بحيث أنه توصيل الخدمات الإلكترونية لها والبنية التحتية من ناحية التوصيلات والأجهزة وغيره. طبعا الآن بدأ نستخدم تطبيقات، كان في 3 مستشفيات تم إطلاق الملف الإلكتروني الصحي خاص بها في فترة الشهرين الماضية، وسيتم أيضا هذا نشره على أكثر مستشفيات المملكة إن شاء الله. الهدف المستهدف لقياسه نجاحنا ننجح فيه أم لا، هو بإيجاد الملف الصحي الإلكتروني ل 40% من المواطنين والمقيمين إن شاء الله في 2020. إن شاء الله. حتى تتحقق، سؤال سنطرحه عليك بعد قليل بعد هذا الفاصل دكتور خالد. مشاهدينا ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا في أهل مبادرات وزارة الصحة حتى 2030 أو حتى تتحقق. معي الدكتور خالد الشيباني لنقاش مبادرات وزارة الصحة حتى عام 2030، لكن قبل أن أنتقل إلى الدكتور خالد وناقشه في بعض الجزئيات حول مبادرات وزارة الصحة في رؤية 2030، دعونا نتابع هذا الفيديو للأستاذ محمد الحيدر وهو المهتم بالشؤون والقضايا الصحية، ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا في يا هلا 2030. مداخلتي ومشاركتي ستكون في معظمها استفهامية، وهي أسئلة حائرة لدى كثير من العاملين في القطاع الصحي. ما نشاهده اليوم وما يطرح وما يقدم من برامج في ما يخص التحول في القطاع الصحي يقدم بشكل جيد، غير أن هناك أسئلة لم نجد لها الإجابة الكافية والشافية. النقطة المهمة في هذا الموضوع اللي هو عملية التعامل مع الموظفين، كيف سيتم التعامل مع الموظفين؟ هل قدمت لهم ضمانات فيما يخص الأمان الوظيفي؟ خاصة أن التعامل مع هذه الحالة ليس مع بضعة آلاف بل مع أسر. النقطة الثانية عملية ما يواجه الممارس الصحي أو الممارسين الصحيين اليوم من بطالة في كثير من المهن. هناك مهن تواجه بطالة وهناك مهن تواجه مقاومة شرسة وشديدة في جانب التوطين، وهناك مهن لم تجد لها موقعا من الإعراب. سؤالي كيف ستتم معالجة هذا الموضوع؟ النقطة الثالثة عملية الفجوة الكبيرة اليوم نراها ما بين التعليم الصحي أو الطبي وبين احتياجاتنا الوظيفية في الجانب الصحي. هناك أعداد كبيرة تخرج من جامعات سواء محلية أو العائدين من ابتعاث، هناك اصطدام في واقع أو شبح البطالة. السؤال هل من يعني استراتيجية أو رؤية واضحة في معالجة هذا الوضع قبل البدء في عملية خصخصة القطاع الصحي؟ النقطة الرابعة عملية الاستيعاب للتحول في القطاع الصحي، هل سيشمل القطاعات الأخرى التي يشبهها البعض بالجزر المعزولة؟ هناك طاقات هائلة وإمكانيات كبيرة في هذه القطاعات ولكنها للأسف تعزف بانفراد. كيف ستواجه خصخصة القطاع الصحي القطاعات الصحية الأخرى؟ هذه أسئلة كثيرة، إذا لم نجد لها إجابات ستقودنا إلى أسئلة أخرى. شكرا للأستاذ محمد الحيدر على أسئلته. لعله ما عندنا وقت كثير يمكن نعرج على كل التساؤلات اللي طرحها، كذلك أعتذر لمشاهدينا في الهاشتاج لقصر الوقت، لم يتبقى لدينا وقت قصير جدا. بس أحيل لك دكتور جزء مهم جدا وهي قضية الأمان الوظيفي. القطاع الصحي يمكن من أكبر الوظائف التي يعني توفر فرص عمل لأبناء الوطن. أود فقط أن تعرج هذه النقطة وتعلق عليها. شكرا لك وشكرا الأخ محمد. في الواقع نقطة جدا مهمة، أحب أوضح أنه اليوم هناك ما يزيد عن 250 ألف موظف في وزارة الصحة، أكثر من 70 ألف منهم تقريبا هم على التشغيل الذاتي. الآن ونحن ننقل الخدمة من وزارة الصحة إلى الشركات، سوف يتم طلب من كل موظف أنه يخير بينه يستمر في وضعه الحالي. الخيار له نعم، وكان نعم. هذا سبق أنه معالي الوزير يعني وجه رسالة بهذا إلى منسوبي الوزارة جميعا. وأنا برؤيتي يعني إلى فترة قصيرة كان التشغيل الذاتي موجود في الوزارة، موجود كان سابقا في المدن الطبية، وكان شيء يطمح له الكثير من العاملين في الخدمة المدنية، لأنه هو يعني آليته أفضل وحوكمته أفضل، تحفيزه أفضل من القطاع من العمل تحت نظام الخدمة المدنية. وبلا شك يعني في نهاية الأمر الهدف هو يعني زيادة إنتاجية العمل. أنا أعتقد أنه الموظف اليوم في وزارة الصحة المفترض أنه ينظر إلى هذه كتجربة ثرية جديدة بالنسبة له وفرصة للتطوير. نعم. وللتحسين وللتدريب، لأنه مع تطبيق الشركات هذه سوف نحتاج إلى تدريب أعداد كبيرة. وتكلم عن الفجوة. نعم. الفجوة التعليمية في القطاع الصحي بعد ودي تعلق عليها. فعلا هذه طبعا يمكن النقطتين اللي ذكرها، بطالة الممارسين الصحيين وأيضا الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات. واستراتيجية الوزارة بهذا الشأن. في الواقع قامت هيئة التخصصات الصحية بدعوة إلى ورشة عمل منذ حوالي شهرين، حضرها معالي وزير العمل ووزير الخدمة المدنية ومعالي وزير التعليم ومعالي وزير الصحة، ووصلت إلى في الواقع درست هذه النقاط بالذات ووصلت إلى يعني توصيات واضحة وملموسة، تم نشر التوصيات هذه. واتفق الوزراء أصحاب المعالي الوزراء في ذلك اليوم على إنشاء لجنة يرأسها نواب الوزراء لتمكين هذه التوصيات إن شاء الله، ونحن نطمح إن شاء الله أن نراها فعلا، لأنه فعلا ما في يعني التوازن بين مخرجات التعليم وبين الاحتياجات في المستقبل.
السؤال الأخير، هل سيشمل القطاعات الحكومية الأخرى؟ طبعا التحول إلى بالنسبة لنا احنا يعني هو تحول لوزارة الصحة، وتحول يتكلم عن 270 منشأة مستشفى و2300 مركز صحي، لكن نحن نرى أيضا أنه القطاعات الأخرى نراها نسمع أنها متوجهة نفس التوجه، هي تتوجه أنها تكون شركات تملكها الوزارات، مثلا وزارة الدفاع تملك شركة تدير مستشفياتها، وزارة الداخلية تملك شركة تدير مستشفياتها، وهناك سيكون إن شاء الله الوزارة الصحة متى ما تخلصت عن عبء تشغيل المستشفيات هذه وخرجت إلى دور المنظم والمشرع حيكون لها دور إن شاء الله أكبر من هذا بكثير. وقت انتهى. الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول وقائد مكتب تحقيق الرؤية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. أملنا كبير أن ننتقل القطاع الصحي، كما ذكرنا قطعنا شوط كبير جدا، نحن سننتقل بإذن الله في المستقبل إلى قطاع أكثر كفاءة، أكثر جودة، أكثر وصول للمواطنين، وبإذن الله أكثر أيضا أو أكثر جودة مما نتمناه خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لكم لمتابعتنا فيها العشرين في القادمة.